والناس. الآن موجز الأنباء هنا القاهرة. سيداتي، أنساتي، سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. حريصون على تعزيز التعاون المشترك بين منظمات الأعمال الدولية. النائب علاء عابد: نجهز قانون الأيادي المرتعشة لتحسين المسؤولين إداريا. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد المهندس طارق أبير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع منظمات الأعمال الدولية للاستفادة من خبراتها في تنمية الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب لتحقيق انطلاقة في الاستثمار في السوق المصرية. جاهزة؟ جاهزة. مش لاقية ديك يجيلي العشة يا بيه. اشمعنى؟ شكلي هتعاون مع نفسي ولا ايه؟ على باب العشة لازم تسيب البطاقة. اشمعنى؟ ادخل انت بس وانا هوريك الانطلاقة. العشة موجودة ومفيش تهاون. اشمعنى؟ وانا بقبل كل اشكال التعاون. يا وزير الصناعة انا بستنظرك. اشمعنى؟ نفسي اجرب التعاون المشترك. قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أنه يعكف حاليا على إعداد قانون سيطلق عليه قانون الأيادي المرتعشة لتحصن الوزير والمحافظ والمسؤولين من الحبس في الخطأ الإداري، وأن يكون الحبس فقط على المخالفات الجنائية المتعلقة بالمال العام والصحة العامة للمواطنين. جاهزة؟ جاهزة. كالي العشة وشكله كده هيطول. اشمعنى؟ قلت له اثبت انت هترعش من الاول. ديكي تعبان في العشة وبيداري. اشمعنى؟ اصل اختي عمل خطأ اداري. قاعد معايا وشكله عايز يختصر. اشمعنى؟ قلت له لا يا اخويا، لو مش قادر اعتذر. قال لي بحبك ومش على بعضيه. اشمعنى؟ قلت له ايدك بترعش، امال الباقي عامل ايه؟ في نهاية النشرة اليكم اهم ما جاء بها. حريصون على تعزيز التعاون المشترك بين منظمات الأعمال الدولية. النائب علاء عابد: نجهز قانون الأيادي المرتعشة لتحسين المسؤولين إداريا. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.